معلومة اللي عندي أنه وزارة شباب والرياضة وهذا سيد الأحمر وكذا قرروا أنهم يجمدوا المكتب، ولكن حنسمعوا التصريح. ولكن التجميد لا يكفي، والبراد فار دوان التجميد لا يكفي. براد فار قال لك لو كان جمدوه على حسب شو يقول السيد هذا حنسمعوه، قال لك ما يقدروش يشاركوا في أوزباكستان لزاتلات اللي راهم يحضروا الكأس العالم المقبلة. نستمع. باش يروحوا يشاركوا في أوزباكستان راحين يظلموا لو كان يعني يكون هذا القرار. سيد الوزير باش يروحوا يشاركوا يمثلوا الجزائر في أوزباكستان، وراهم ديجا عندهم شهر وهما يحضروا فريق الوطنيين دار ما راحش يروحوا. احنا ماذا بينا ولا كان يروحوا؟ انا شخصيا ضحي، انا شخصيا ولا كان قرار ضدي انا شخصيا. حبيت تقول بلي يعني لو كان يجمدوا المكتب تولي الاتحاديه غير شرعيه، تحبس الامور ولا حبس الامور الاولاد هذو يروحوا يعني يضيعوا. لا ماشي تهديد، انا زيدي انا يكون يلقاو عندنا حاجه كمكتب واش يديروا لنا قابلين، لانه احنا جينا متطوعين وجينا نخدموا الرياضه هذه والحمد لله. السادة يعني المفتشين لو كان كاش ما كان حاجة كنا سيني على وافي وقتها وكلش. هنا الحمد لله عدت الأمور يعني بكل سلاسة وعدت يعني عهدة رائعة. إذن قال لك عدت عهدة رائعة، المفتشين قاموا بكل التحقيقات اللازمة، وقال لك ما عندناش يعني أمور غير قانونية حسب ما يقولوا. قال لك حنا إذا جمدوا المكتب ما يقدروش يروحوا ليزاتلات باش يشاركوا في أوزباكستان، لانه راح تولي ديريكتوار ما يوليش مكتب منتخب. إيه لا تكون البيعه رضوان. اذا راهي مجمده وكذا، لانه البراد فار اليوم انا واش فهمت من الكلام واش فهمت من خلال الاتصالات انه لما نقولوا كاننا بوزارتين يعني المشكل اليوم حتى مع ربما مع تدخلات وبعد الاستماع ليه من زكي هذا زكي الاحمر هكذا زكي الاحمر اليوم تشعر كانه فيه قبضه حديديه وفيه بين الطرفين والبقاء وكانه والبقاء للاقوى، وحنا نعلموا انه ربما هذا ما هو معمول به وما لازم يكون معمول به بعد تدخل الوزاره خلاص تتوقف القضية، ولكن الإصرار من طرف الاتحادية ومن المسؤولين في الاتحاد. جد لكم تحية مشاهدينا الكرام، دائما مع حصة بالمكشوف. كنا توقفنا في الساعة الأولى حول أو الجزء الأول حول قضية البطل وائل شريف معمري بطل العالم في الكيك بوكسينج والقضية التي أخذت أبعاد كبيرة. سنحاول الاتصال بعد قليل بمدربك أبهلول سمير من وهران مباشرة دائما للرد حول ما قيل من طرف نائب رئيس محمد بوزنزانة نائب رئيس اتحادية الكيك بوكسينج. أنا توقفت، حبيت نتوقف سمير قبل أن أعود إليك عند واحد الوثيقة تاع كي رحتوا باش ديتوا الشامبيونات دو موند. شفت واحد الأرقام ما عجبتنيش صراحة لنا وما على باليش، دوك نسقسيك أنت وقول لي أعطيني الوثيقة اللي تثبت بأنه كاين فرق بين رئيس الوفد. أنا نعرف واش نعرف في الرياضة منذ نعومة ملي كنت صغير أنه الرياضي هو اللي يبات ويكون في أحسن الظروف. أنا كي نشوف هذه الاتحادية تاع كيك بوكسينج المواي تاي والرياضات المشابهة نشوفوا كوب دي موند تاع أنطاليا نشوفوا باللي شاف ديليغاسيون وحده عنده 3900 بار جور لمدة 10 أيام، والونترينور عنده 3350 هكذا. وكيفاش انتوما لي زاتليت انت والصديق تاعك في زوج عندكم 3350؟ علاش الشيف ديليغاسيون وحده عنده 3900 وانتوما عندكم 3900 اردوان؟ لا 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 سي بار جور، هي نورمالمون سي اون دينار بيسكو توتال مي اون دينار. ومن بعد لي فري دي ميسيون اللي انا نشوفوهم من تحت ايبرجمون شومبر دوبل 100 اورو بار بيرسون نويتي فوا 4 فوا 9 3800 اورو، وعندهم تقريبا من المفروض 70 دولار او 100 اورو نورمالمون بار جور تاع لي فري ديميسيون. هل هاد الاموال تلقيتوهم صراحه وانت اللي خلصت من المفروض باش تروح بور 4 بيرسون وما قال لك قانونيا لازم تخلص بور لي 4 بيرسون؟ الاموال لي فري ديميسيون طاحوا لي انا واحد 200 اورو ولا ما باليش قالوا سيجور 200 اورو
قال لي جور كي كاش جينا راجعين عطوني في الطياره قريب في الطياره يا ربي قبل في بنهار ولا كي كملت لا كومبيتيسيون كملنا كاع عطاوك واسيستينا على الاخر عطوني 200 اورو انا وال انا وال الصديق تاعي واه عطانا 200 اورو بمعدل 20 اورو في اليوم تسمى بمعدل 20 اورو بار شور للواحد 10 ايام ما ريحناش 10 ايام ريحنا واحد سبع ايام هكا ولا ما يهمش الليله الاولى هل صحيح بانكم لم تجدوا فندق؟ شوف هي طارت علينا الطياره ما لحقناش بكري في اسطنبول درنا الاسكاس ما زدنا ريحنا وقلعنا وكي قلعنا لحقنا جويه ال 11 تاع الليل ولا ما باليش قلنا نروحوا لوتيل لوتيل ما بغاوش يدونا ديريكتومون لوتيل تاع كومبيتيسيون رحنا واحد لوتيل لقيناه بلا رقدنا برا برا رقدنا برا اه لا شامبيون دي مون لحقنا المسقيه الحقنا المسقيه وشامبيون دي موند هذا جاب شامب على كل يسمعوا بلاد واحده اخرى بالتبراس ولا اس دي اف كيما اللي صحاب اس دي اف كيف كيف ما في البول مليح البول اللي رقدتو فيه ولا في الجنينه والله شوف نعطيك شويه ديتاي كان واحد التركي تما كيهضر عربيه مسكين جا عندنا ودلنا نشرو الماء ونشرو الاخر عطانا قرعه تاع الماء كيما نقولوا عاوننا وقف معنا حتى وصلنا الاخر دخلنا للوتيل حتى الغدو على الزوج تاع المقيل هكا ولا تسمى لافي قعدتوا برا ودخلتوا غدوه من داك على الزوج دخلتوا للوتيل دخلنا للوتيل اللي شومبر باردنا ورحت تلعب شامبيونات دي موند واه والغدوه لعب صاحبي المشكله الغدوه لعب الكومبا تاع الكومبا تاع غدوه من داك دخلتوا للوتيل اه نعم اوتيل ماشي تاع لو سونتر تاع لا هو لوتيل هو يديروا في في اوتيل كيما نقولوا الشامبيونا كاين ستاد ستاديوم هكا يديروا فيها شامبيونا وحدها اوتيل اوتيل لوتيل هذاك دخلتوا غدوا عندك على زوج تاع العشيه على زوج تاع العشيه على زوج العشيه ماشي على 10 الصباح لي بروسيدير تاع لوتيل وجيت تاع روطار و جو روطار تما في الجزائر ما كانش يمشي الانترنت باش يباتو ما يمشي والو كان حابس اسمح لي شيء غريب وغريب جدا سامح ما لا اجد ما اقوله ليه باش نسمع انا نحب نربط اللي فيه هو قبل ما طرح قالوا لك لازم يجي معك كان شيف ديليغاسيون وهذا الشيف ديليغاسيون بيتكم برا وهذا الشيف ديليغاسيون ما عطاكش لي في ديميسيون حتى اون جورني افون تولي للجزائر هكذا اكزاكتومون باش يصرفهم في البلاد كارثه بكل المقاييس لا ومن بعد اسكو تفاكتيرات هذيك لانويتي ثاني دوك ندخلوا في لافاكتيراسيون اسكو تفاكتيرات انا اطرح نقاط استفهام فقط قال لك عطاولو 200 اورو لا لا اسكو تفاكتيرات المباتة تاع الليله مباتوا برا بالك مفاكتيرو بلي باتوا في الاوتيل ما على باليش راني نطرح لانه لأن كل شيء ممكن ان شامبيون دي موند جا هذاك التركي يهضر العربي عطاهم قرعه ما قرعه ما وقال جا التركي عطانا قرعه ما اتلت شامبيونات دي موند يجيبها لك هامليك نستنى تركي ويعطيه الصحة هذا باش يعطيني قرعة ما يا رضوان انا اظن اعطيني ذكرني بالصور فقط صور تاع التتويج فقط انا نحب نشوف هذه الصور تاع العالم الوطني العالم الجزائري وهو يرفرف في المرتبة الأولى أمام العراقي ما نظنش انه العراقي والإيراني زيد لي الصوره الاخرى الاخيره امام نعم امام المغرب هدي. يعني مانيش فاهم هذه اللي بتو فيها برا هذه هي على بالك يعني لو كان يسمعك شي واحد دير كتاب والله ما يامنك يعني ما يصدقوكش يقدر يقول لك ما راح تشارك روح شارك من اجل المشاركه يعني صراحه شابو با والله لا اجد ما اقول رضوان انا الشيء اللي يعني يخوفني شويه سي كان حسب واش يحكي لنا واش صاري رانا نكرييو الظروف القانونيه باش الفيدراليه تدارك الامر بور كو يريغليو البروبليم سون ترو دو ديغا لا بروف قال لك الدراهم دوك نلقاو كيفاش نردوهم لك القانون الوغ دخلوا شكاره الوغ حنا واش نطالبوا يفو با دوني لوكازيون جوستومون لا فيدراسيون باش تدارك الامر حنا اون دوموندي اونكيت لازم كيفاش السيد بات برا كيفاش ما عطاولوش كيفاش راه الدراه تاع ما كيفاش قعدوا حتى الانترفونسيون دو ام زي اس والدوله باش راح يردوهم مازال مازال انا خايف بعد ما يرجعوا لك انا اللي خايف باللي دون كيلكو جور نسمعوا باللي توت اي تي ريغلي اي لا فيدراسيون نا سوبي اوكون اونكيت ها هو المشكل لا هي باش نعطيك المعلومه انا النداء تاعي انا جو بونس كو الوزاره لازم تدير التحقيق واش صار وبعد
تحدد المسؤوليات. انا ماناش كونتر هاد العباد، حنا انا نقولوا والصرا يدخل في نطاق تبييض الاموال ليسكروكري تو سكو تي فو، مي سول لونكيت هي اللي حتبين. راني خايف بلي يورا با لونكيت جوج مورال كير. واش راني خايف؟